Thank you.
اتفضل. مازن، لم نرسل في طلبك بعد. ربما حاجتي إلى صديق هي سبب الزيارة. ولما أنا بالذات؟ الأمر يتعلق بموت رانيا وغرق المركب. مازن، في هذا الأمر لا صداقة بيننا. أنا هنا في خدمة المجتمع لا في خدمة أصدقائي. لم أفهم. بلى، أظنك تفهم. ألا تدعوني إلى الجلوس؟ تفضل اجلس. جلوسك هنا اليوم فقط كمتهم. متهم؟ اجلس. أتعني ما تقول؟ قلت لك اجلس، هذا أمر. ما اسمك؟ تعرف اسمي. أجب، ما اسمك؟ مازن. مازن؟ مازن غالب. رانيا العدنان غالب، أتعرفها؟ زوجتي فقدت منذ 2 و8 أشهر في 1 من ربيع الثاني. ما جوابك على الحادث؟ رامز، لست متهما بعد. كلنا متهمون حتى نثبت العكس. لم نقبض عليك، ولكن قد نفعل بين يوم وآخر. لا أدري ما أقول. الأمر سهل جدا، فقط أجب على أسئلتي. لنبدأ من جديد. ما اسمك؟ أجبتك. اجب الآن، لست هنا في زيارة مودية، أنت متهم. ولكن لا تتفوه بكلمة قبل أن أسأل. إن لدي معلومات بشعة، بشعة يا مازن. حبل قطع بسكين، ثقوب أحدثتها يد غاشمة في قعر المركب، امرأة مفقودة. وجدنا أيضا هذه الصدفة، كانت محشورة بين الخشب وحديد المركب. صدفة جميلة، نقشت عليها يد إنسان رسوما لا شكل لها. هي لك؟ لا، ربما كانت لرانيا. لنبدأ من جديد. اخلع سترتك، هيا افعل. افتح قميصك، قد يطول بنا الأمر إلى صباح غد. إلى صباح غد؟ لنبدأ من جديد. ما اسمك؟ أريد محاميا. أريد محاميا. Thank you.
تريد غرفة؟ وماذا يفعل غريب في فندق؟ يريد المبيت ليلا. هذا ما أطمح إليه. غرفة مع حمام من فضلك. لست في المدينة. إذن لتكن بشرفة كبيرة. إذا حصلت على نافذة واحدة ابتسم. لا، أي فندق هذا؟ شبه فندق، فقط لعابر سبيل. لا بأس، أريد المبيت على كل حال. افعل ما تريد. أفعل ما أريد؟ كيف ولم تحجز لي غرفة بعد؟ أتحمل جواز سفر؟ بالطبع. ضعه على دفتر الاستقبال مع 30 غرشا، واختر ما تريد من الغرف ما عدا الغرفة رقم 3. أي استقبال للضيوف هذا؟ لما لا تهتم بهذا الأمر أنت؟ أنا أسكن الغرفة رقم 3، وصلت ليلة أمس. لست موظف الاستقبال؟ لا، اخدم نفسك أو انتظر مغيب الشمس إن أردت موظف الاستقبال. لو أن السيدة تعيد النظر في أمر سناء أكون شاكرا. يبدو أن القصر لا يتسع لكلينا. وجدوا المركب. أتصدقين الآن أن رانيا قد ماتت؟ وحزنك عليها، وعليك أن تفهم الظروف التي دفعت بي إلى هذا القصر. تزوجت مازن وأعيش دوامة هذا الزواج. إني أحبه، أحب مازن. أرتاح لعينيه، أرتاح لعاطفة صادقة. أنا بحاجة له. رانيا قد ماتت، ماتت حتى في قلبه. رأيت المركب بعيني هناك عند الشاطئ. غسلته مياه البحر المالح، غسلت كل شيء حتى الماضي. حتى الماضي. مازن لن ينساها، ما تزال حية في قلبه. نعم يا سيدة. أحقا ما قالته يا عياد. أجبني. ربما كانت رانيا إذا دخلت قلبا لا تخرج منه. إنها في قلوبنا جميعا. وفي قلب مازن. مازن يحبك لها. كنت قد أحببت الماضي حتى سلخني عنه. ترى أيعيش مازن حب ماضي؟ لا حق لإنسان أن يعيش ماضيا قد مات، ولا حق لماض قد مات أن يسحق حياة إنسان. لا حق لمازن أن يعيش ماضيا قد مات، ولا حق لماضي قد مات أن يسحق حياة مازن. لا حق لإنسان. لا حق لإنسان أن يعيش ماضيا قد مات. أن يعيش ماضيا قد مات. ولا حق لماضي قد مات. ولا حق لماضي قد مات أن يسحق حياة إنسان. أن يسحق حياة إنسان. عياد. نعم يا سيدة. أريد أن أرى مازن عندما يعود.
سيد مازن، سيد مازن. نعم سيد الله. اتبع سناء حالا وعد بها. لا أريد أن أسلخ من حياتها 20 سنة قضتها في هذا القصر. كنت أعلم أنك طيبة القلب. كنت أعلم. لا أريد أن تلفظ اسم راني أمامي. قل لها هذا. وأنا لن أذكر اسمها أيضا. شكرا عياد. نعم مازن، رجل طيب القلب لم يتخلص من زوجته. لا يا سيدة رولا، كان يحبها. عاش حياة أليمة يوم أن فقدها. كانت رانية إذا دخلت قلبا لا تخرج منه. إنها في قلوبنا جميعا. مازن لن ينساها، ما تزال حية في قلبه. كانت تحمل لي الطعام كل يوم، كل يوم، كل يوم. عياد، هيا. ما الأمر؟ غريب في القصر، هيا وابحث عنه في كل مكان. أنت متأكدة يا سيدة رولا؟ أسرع أخرجه فورا. حالا. وأنت أيضا يا سناء، هيا وابحثي عنه.
هل عاد مازن؟ لا، لقد انتصف الليل. عياد ما زال بانتظاره عند النافذة. ترى أين هو الآن؟ أين؟ لن نعرف قبل أن يعود. اجلسي. يجب أن نبلغ المفوضية عن وجود مجهول في القصر. يريدون إثباتا، ولا إثبات لدينا. سمعت وقع قدميه. لم يسمعها أحد سواك. ترى من هو هذا المجهول؟ ربما الضيف الذي شاهدته عند النافذة. أتذكرين؟ الضيف الذي أخفيت وجوده عني. لن يعود قبل نهاية الأسبوع، والجميع يعلمون أنه قد غادر هذه المنطقة. ما اسمه؟ جابر. من هو؟ السيد مازن لا يريد أن تعلم. لماذا؟ من هو؟ أخبريني يا سناء. لا أعرف، فقط السيد مازن يعرف. أبقى جالسة؟ لا، أنت بحاجة إلى الراحة، عودي إلى غرفتك. سناء. نعم. ما زلت تحقدين علي؟ سيدة رولا، قد عدت بي إلى القصر بعد أن طردتني، ومع هذا فأنا ما زلت على حقدي أني أكرهك. لن تجد طريقا إلى قلبي أبدا أبدا. كانت رانيا إذا دخلت إلى قلب لا تخرج منه، إنها في قلوبنا جميعا. كانت رانيا 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 رانيا. عياد. في خدمتك سيدة رانيا. هل هنالك من رسائل؟ سأحضرها مع كوب شاي ساخن سيدة رانيا. سناء. نعم سيدة رانيا. هل أعددت لائحة الطعام؟ إنها جاهزة. أتريد السيدة رانيا أن تضيف عليها شيئا؟ لا داعي لذلك، أنت تعرفين جيدا ماذا تفضل السيدة رانيا. رانيا 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 ران 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 ران. رانيا رانيا رانيا. سبق أن قلت لك لست ضيفا هنا. عجب، أين بحثت عنها؟ في كل مكان، كل مكان، لم أجد لها أثر. كنت أركض كالمجنون أهتف باسمها. كانت قد اختفت تماما. فكرت كثيرا إلى أين قد تلجأ، إلى أين. فكرت بالمركب وبدأت أعد نحو الشاطئ. مضت 10 دقائق حتى أعياني التعب. ثم وصلت. لم أجد شيئا، لا رانيا ولا المركب.
كان هناك جالسا ينظر إلي دون أن أفهم سببا لوجوده. كان يراقب كل خطوة من خطواتي. بعد هذا فاجأني بالاتهام، قال إني تخلصت من زوجتي. لم أهتم لقوله. إنه معتوه، معتوه. يا مازن، إني أهتم لكل كلمة يقولها هذا المعتوه. طلع الفجر. عد الآن، وأرجو ألا نقبض عليك بعد دراسة هذا التحقيق. أتريد أن أوصلك إلى البيت؟ أنت متعب أكثر مني. سيد مازن، كانت ليلة رهيبة. لماذا لم تخبرنا بغيابك؟ رولا بخير؟ لقد نامت الآن، إنها هنا. هل طردت سناء من البيت؟ أرسلتني فورا لأعود بها بعد أن غادر سناء القصر. زوجتك يا سيد مازن امرأة طيبة القلب. مهزم، أين كنت؟ ألا نتناول معا قهوة الصباح؟ فقط أريد أن أعرف أين كنت. في المفوضية طوال الليل. تحدثت مع رامز، كان لابد من هذا الحديث. هل أنت متهم؟ قد أصبح متهما. ولكنك بريء. بريء أم لا؟ رولا، لا شأن لي بموتها. ألم يجدها في المركب؟ لا لا، من الصعب أن يجدوها بعد كل هذه المدة في قاع البحر. ولا أي أثر لها؟ ولا أي أثر. إذن ربما ما زالت على قيد الحياة، ربما ما زالت في هذا القصر بالذات. هنا سمعت وقع قدمي. هنا كنت وحيدة. عياد وسناء خارجا، وسمعت كل خطوة من خطواتها. رولا، لا تهذي أرجوك. مازن، ضمني إليك بقوة. إني أخاف، أخاف وجودها في القصر. أمين، أهلا بك. إن
إني سعيدة لقدومك، جدا سعيدة يا كاتب العدل. كفى كفى أسئلة، أنا تعبت تعبت. عليك أن تتعاون معي، واجب الأصدقاء التعاون. لن أفتح فمي. بل عليك أن تفعل لتجيب عن سؤال واحد. قد أفتح فمي لشتيمة ما، لا جوابا على أسئلتك. باسم، لماذا رميت بتلك الأخشاب عند المركب؟ لماذا يا باسم؟ هذا سؤال أخير. نعم، تلك الأخشاب كنت أجمعها للموقد. ولما رميتها هناك؟ لست مجنونا كي أحتفظ بها. ولماذا أيضا؟ قد تكون من خشب المركب، مركب رانيا، بعضها من أجزائه قذفت به الأمواج إلى الشاطئ. أرأيت؟ لو أنني احتفظت بها لأصبحت متهما بإغراق المركب. سلمازن، لا تسلني أنا. ولما مازن؟ لأنها كانت تحضر لي الطعام كل يوم كل يوم. عندما غرق المركب لم تكن في المصح؟ بلى، كنت هناك. كانوا قد أفرجوا عنك قبل غروب الشمس. نعم، كانوا قد أفرجوا عني مساء. وفي ذلك المساء فقدت رانيا وغرق المركب. أعرف نواياك، لن تخيفني. أرجو ألا يتأخر. مازن لا يريدني أن أقابل أحدا من الناس دون علمه. رولا، أرى أن تعودي معي إلى القرية، فأنت بحاجة إلى الراحة. أتسمعين ما أقول؟ ستكون مفاجأة سارة لوالدتك. رولا، ما بك صامتة؟ رولا، 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 ما الأمر؟ رولا، رولا، أجيبيني، رولا، أجيبيني يا رولا. ماذا أصابك؟ عم تتكلم منذ دقيقة وأنا أتحدث معك ولم تجيبي. أنت ماذا أصابك يا كاتب العدل؟ لم أسمعك تتفوه بكلمة. سيدة رولا، لو كنت أعلم بأمر هذه الزيارة لما تركت المفوضية خطوة واحدة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أمين فريد، كاتب العدل. ألا أعرفك؟ بلى، لو عدت لعشر سنوات مضت وفي قصر العدل بالذات. بالطبع بالطبع، اهلا وسهلا. اين انت يا رجل؟ تفضل تفضل اجلس. شكرا شكرا. اتركت المحاماه؟ انا اليوم كاتب عدل، اتيت المنطقه بدعوه من السيده رولا. ارجوك رامز ان تستمع لما ستقوله. تفضلي. في الحقيقه
لا أعرف من أين أبدأ، ولكن يبدو أن رانيا ما زالت في القصر. عياد، عياد. نعم يا سيد مازن. أين السيدة رولا؟ إنها تتجول في القصر. ماذا تفعل؟ تريد أن تتعرف على كل زاوية هنا حتى الطابق السفلي. عياد، السيدة رولا تريد مفتاح القبو. بابه ليس بمغلق، أخبرتها بذلك. القبو في ظلام دامس، هل حملت معها شمعة؟ نعم يا سيد مازن. عياد. نعم. يبدو أنها تبحث عن شيء ما، ترى ما هو يا عياد؟ ربما تبحث عن وهم. دعها تفعل يا سيد مازن، إن الإنسان قد يبحث عن وهم طوال حياته قبل أن يدرك مصدر هذا الوهم في عقله. نبيل، أين كنت يا نبيل؟ الفندق في وحشة مخيفة، لا أجد من يشاركني احتساء قهوتي. إني متعب يا حضرة الكاتب، أرجوك أراك غدا. غدا لن تراني، سأكون ضيفا على السيدة رولا زوجة مازن. غدا أنام في القصر. حسنا، أراك يوما ما. مهلا. دعها يدي، أرجوك دعها. ما بك؟ ماذا أصابها؟ إنها تؤلمني. أرى أثر حروق عليها، كيف أصبت بها؟ حادث بسيط، أرجوك، إني متعب، دعني. لا خوف عليك، فقط أنت بحاجة إلى الهدوء التام، الهدوء التام. مازن،
أخبرني ما الذي حدث. لا نعرف شيئا. وجدناك في القبو وقد أغمي عليك. نعم دخلت القبو ولكن لم أعد أذكر شيئا. مررت قبل اليوم في ظروف عصيبة. إنه الإرهاق. رولا أرجو أن تنامي الآن، لا أريد أن يغمى عليك مرة ثانية. أرجو ذلك، فأنا لا أريد أن أرى علامات الخوف والاضطراب على وجهك. كلها تزول بابتسامة مشرقة. هيا ابتسمي لي كي يطمئن قلبي. تفضل يا سيد مازن. شكرا، آتني بكوب شاي. مازن، مازن. رولا، لما لست في فراشك؟ عزيزي، لن ألزم غرفتي في يوم جميل كهذا. لكنك متعبة. متعبة؟ ما الذي أوحى إليك بهذه الفكرة؟ سناء، عيان، نعم يا سيدة رولا. سناء، هل أعددت لائحة الطعام؟ نعم. لا أريد شيئا خاصا اليوم، ربما السيد مازن يريد إضافة شيء عليها. لا شيء. عياد؟ نعم. لا تضيء الشموع قبل المغيب، سأعود عند غروب الشمس وأريد كوب شاي في الساعة 6. أتقوم السيدة بنزهة؟ وأحضر لي شيئا من الطعام لباسم. لباسم؟ ألا تعرفه؟ باسم المعتوه. نعم نعم أعرفه أعرفه. هل يريد سيد القصر مشاركتي في هذه النزهة؟ عذرا، كنت قد أعطيت موعدا لرامز. لا بأس لا بأس يا عزيزي، ربما في وقت آخر. تفضل يا سيدي. شكرا يا عيال. قل لسناء أن تحضر لي ثوبا للمساء. أي ثوب تفضلي؟ لا فرق عندي، ثيابي كلها جميلة. إلى اللقاء. أتمنى لك قضاء نزهة جميلة يا سيدة رولا. رولا، أنسيت اسمي يا عياد؟ عفوا، ألم أقل سيدة رولا؟ يبدو أنك تقدمت في السن كي تخونك الذاكرة وتنسى اسم رانيا. رانيا سيدة القصر. رانيا؟ من؟ افتح يا باسم. من؟ افتح الباب، أحضرت لك طعاما. رانيا رانيا رانيا. كنت في طريقي إلى الشاطئ، تفضل. أنت؟ كل جيدا وسوف أحضر لك الطعام كل يوم. شكرا. مهلا، لا ترحلي.
لا غيوم ولا هواء بارد، الشمس دافئة والطقس جيد. شكرا يا باسم، شكرا لك. أهلا بك يا سيد مازن. رولا، كيف تشعرين الآن؟ بخير بخير. أين كنت؟ لقد أخبرتك، كنت في موعد عند رامز. كيف قضيت نزهتك؟ نزهتي عند شاطئ البحر. لم أغادر القصر، كنت نائمة في غرفتي. رولا، أنت أيعجبك هذا الفستان يا سيدة رولا؟ لما يا سناء؟ لقد طلبت مني أن أحضر فستانا للمساء. لم أطلب أي شيء. رولا، هذا مزاح أم أنك جادة فيما تقولين؟ مازن، ما الذي تريد قوله؟ إنها السادسة تماما يا سيدة رولا، عياد يذكر كل كلمة تقولينها. هل أمرتك أنت أيضا بتحضير الشاي؟ بالطبع يا سيدة رولا، بالطبع. مازن، أي صنف من الرجال أنت؟ وأي قصر هذا الذي أعيش فيه؟ شكرا يا سيدة رولا، كان طعاما جيدا.
لما تشكرني يا باسم؟ لقد حملت إلي الطعام وواجبي هو الشكر. لا لا، كاذبون كاذبون. رولا أرجوك لا تتصرفي كمجنونة. مجنونة مجنونة.